أنا متفائل إن شاء الله بيكون يعني تشكيل هذه الحكومة بشكل سريع جدا. أهلا بكم إلى صباحية من تلفزيون مستقبل. وفي العناوين: بالنسبة لإله الديار عين والقوات عين. جعجع من بعبدة متحدثا عن خارطة الطريق لتشكيل الحكومة ورياشي وأبو فعور في بيت الوسط. نحن إذا في مشكلة معينة بمعمل منعالجها، ما منسكر المعمل ومنوقع بمشكلة أكبر. بلدية صيدا تنجح بسحب فتيل أزمة النفايات من شوارع المدينة ومنطقتها. النظام السوري يقدم درعا تدريجيا، وبولتن يقول الإطاحة بالأسد ليست قضية استراتيجية لواشنطن. أهلا بكم. وسط أجواء من التفاؤل تتسارع عمليات الدفع نحو تأليف الحكومة العتيدة. وفي المعلومات أن الرئيس المكلف سعد الحريري أرجأ سفره الذي كان مقررا أمس إلى اليوم لتزخيم المشاورات خلال الساعات المقبلة. وعلى ضفة بعبدة برزت أمس زيارة رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع على القصر الجمهوري، حيث أكد بعد لقائها الرئيس ميشيل عون أنه تم وضع خارطة الطريق للإسراع في تشكيل الحكومة، معربا عن أمله فأن يتم تنفيذ خطواتها تباعا لاختصار المدة الزمنية من أجل أن تبصر الحكومة النور. تقرير مع ظاهر. بطلب من رئيس الجمهورية ميشيل عون، حط رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع في بعبدة، والهدف وجوب الإسراع بتشكيل الحكومة بحسب ما أكد جعجع الذي دعا إلى عدم ربط اللقاء بالفترة الزمنية التي استغرقها، أي 35 دقيقة فقط. العلاقة بين التيار والقوات استحوذت على الجزء الأكبر من اللقاء، خصوصا لجهة تعبيد الطريق أمام تشكيل الحكومة. قلت له لفخامة الرئيس أنه نحن مثل أول لحظة نظرتنا له وللعهد مثل ما هلا، وقلت له على أنه لأنه صار في كتير حكي آخر فترات حصة الرئيس وحصة الرئيس، نحن بنعتبر ال 15 وزير، بنعتبر 30 وزير إذا وزارة من 30 حصة الرئيس، أكثر وأكثر بنعتبر ال 15 وزير مسيحي حصة الرئيس. اتفقت مع الرئيس على خارطة الطريق، مشان هيك الاجتماع يعني أخذ وقت مش كتير طويل، لأنه اتفقنا على خارطة الطريق. التعليمات من عند فخامة الرئيس، أو خليني أقول الجو من عنده. هلأ الباقي علينا، على الأحزاب وعلى اللي عم يتحركوا مباشرة ويدخلوا بالتفاصيل. هذه اللي اتفقنا عليه. على هامش الموضوع اتطرقنا لموضوع التشكيل الحكومي ككل، ما ضل بس الموضوع موضوع التيار والقوات، لا، هذا كان جزء من الحديث بجزء كبير. طرقنا للتشكيلة ككل، وحبيت يعني أعطي رأيي للرئيس بما يتعلق بكافة جوانب التشكيلة. طبعا ما حطيت فيتو على حدا، وجيت وقت ما بدي حدا يحط فيتو علينا. جعجع لفت إلى أن التنازل يجب أن يكون لدى الأفريقا جميعا. أولا التواصل مع الوزير جبران بصير رح يرجع، اوكي، التواصل راح يرجع على الاكيد. الشيء الثاني طبعا بعد الحكومه، يعني لا 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 لا, لا. طبعا راح يرجع. النقطه الثانيه اكيد رئيس الجمهوريه رئيس جمهوريه، والتيار الوطني الحر تيار وطني حر، والقوات اللبنانيه قوات اكيد، ومنميز طبعا منميز، لانه ميشيل عون هلا مش رئيس تيار وطني الحر، رئيس جمهوريه، رئيس جمهورية كل الناس وكل اللبنانيين، فطبعا نتعاطى معه على هالأساس، وهو بيتعاطى معنا على هالأساس. ما بيتعاطى معنا هو انه رئيس التيار الوطني الحر، لا ابدا. وبالتالي طبعا ايه في تمييز، بهالمعنى في تمييز، مش بمعنى انه جايين نحن عم ندس الدسائس بين زلمه وسهره، لا ابدا. مصادر بعبدة أكدت أنه تم التشديد خلال الاجتماع على وقوف القوات إلى جانب الرئيس والتزامها دعمه، وأن المعنيين بمسألة الحكومة هما الرئيس عون والتيار الوطني الحر، مع تشديد رئيس الجمهورية على ضرورة أن يسود مناخ سليم وهادئ لتشكيل الحكومة بشكل أفضل. المصادر جزمت أنه لم يتم التطرق خلال اللقاء للأحجام والحقائب، مع تأكيدها على أن لا مصادرة لصلاحيات رئيس الحكومة، مع وجود التزام من الرئيس عون بالدستور
الدستور والأعراف التي سادت بعض الطائف والتزم بها الرؤساء، ولم يعترض أي من رؤساء الحكومة. وشددت المصادر على أن الرئيس عون لا يقترب من صلاحيات الرئيس الحريري، لا بل دافع عن الرئاسة الثالثة أكثر من أي شخص آخر، وأن الرئيس عون لم يعتدي على صلاحيات رئيس الحكومة، وما سرب عن اجتماع رؤساء الوزراء السابقين مع الرئيس المكلف ينقضه كلام الرئيس الحريري نفسه حول العلاقة مع الرئيس عون وفق مصادر بعبدة نفسها. وفي بيت الوسط لقاءات واجتماعات للرئيس الحريري مع الوزيرين ملحم رياشي ووائل أبو فعور تمحورت حول تشكيل الحكومة. حركة مكوكية وأجواء إيجابية دلت عليها الاجتماعات واللقاءات التي شهدها القصر الجمهوري وبيت الوسط. ففي بيت الوسط اتصال هاتفي من الرئيس المكلف سعد الحريري لرئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع للاطلاع منه على أجواء لقائه برئيس الجمهورية. هذا ما كشفه وزير الإعلام ملحم رياشي بعد زيارته لبيت الوسط، مؤكدا أن أجواء الاجتماع مع الرئيس الحريري كانت ممتازة. وفي بيت الوسط أيضا أن أبواء الأبو فعور ينقل أن اللقاءات التي تعقد أوجدت مناخا أكثر إيجابية وأكثر ملائمة لمناقشة القضايا التي لا تزال عالقة في موضوع تشكيل الحكومة. في موضوع الحكومة ما أستطيع أن أقوله أن اللقاءات المضنية التي والجهود المضنية التي يقوم بها دولة الرئيس الحريري واللقاءات التي عقدها في الأيام القليلة الماضية، سواء اللقاء مع فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون أو مع رئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل، أو اللقاء الذي عقد بين دكتور سمير جعجع وفخامة رئيس الجمهورية اليوم، هذه اللقاءات أنشأت مناخا أكثر إيجابية وأكثر ملائمة لنقاش القضايا التي لا تزال عالقة في موضوع تشكيل الحكومة. لذلك نأمل أن يساهم هذا المناخ الإيجابي في إيجاد الحلول للكثير من القضايا التي لا تزال حتى اللحظة لم تحل، وليس هناك من مانع سياسي أو عقد سياسي كبرى أمام تشكيل الحكومة. هناك نقاش حول التمثيل، صحة التمثيل والأحجام. دولة الرئيس الحريري في هذا الأمر يلتزم موقف التمثيل الصحيح، يلتزم جانب الحق ليس انحيازا منه لأي طرف على حساب طرف آخر، ولكن رغبة منه في إنتاج تشكيل وطني للحكومة القادمة تستطيع أن تؤمن أكبر نصاب وطني ممكن للانطلاق في الكثير من المهمات في المرحلة القادمة. ولفت أبو فعور إلى أن اللقاء وارد في أي لحظة بين الرئيس الحريري ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، مؤكدا أن العلاقة بين الرجلين تتجاوز الأمور البروتوكولية. في غضون ذلك يتطلع اللبنانيون إلى مسار تشكيل الحكومة، والتي يرى مراقبون أنها وبالرغم من التعقيدات الموجودة قد تكون ولادتها قريبة جدا. تقرير شرب العبود. برغم اللقاءات الكثيرة التي تشهدها الساحة السياسية على خط تشكيل حكومة جديدة، لم يتصاعد الدخان الأبيض بعد، وما توافر من معلومات يوحي بأن المرحلة ما زالت مرحلة تفكيك بعض العقد، التمثيل المسيحي والتمثيل الدرزي. الحقيقة الحكومة بعد ما سلكت الطريق الفعلي، في مشاورات في اتصالات، ولكن آخر شيء بدها تسلك، يعني ما في تصعيد إلى ما لا نهاية. كل واحد بيصعد مواقفه، بيكتر مطالبه، بيعلي سقفه لا يوصلوا لمطرح معين. آخر شيء نحن ملزمين بحكومة، ما فينا نضلنا هيك. فالاتصالات بدها شوي، بعد في فرص، في أسفار، بدهم يعطوا مجال أكتر شوي. ولكن بعتقد اليوم لقاء الرئيس عون مع الدكتور جعجع لن يذهب أكيد إلى تصعيد، بده يخفف شوي الاحتئان. بالموضوع السني تقريبا حسمت، بالموضوع الشيعي محسومة، في عقدة مسيحية عقدة درزية بيتلقى لها حل، وأكيد أنه عم نسلك طريق تأليف الحكومة. إذا ما دخل أي عنصر خارجي خلال أسبوعين لازم يكون في حكومة. إذا دخلت عناصر خارجية غير متوقعة بساعتها ما بنعرف المدى، بيصير طويل. في الداخل أوضاع اقتصادية ضاغطة والتزامات ينتظرها العالم، وفي الخارج منطقة تكثر فيها الأزمات، ما يحتم على لبنان سلوك طريق التشكيل سريعا للحفاظ على ما حققته حكومة تصريف الأعمال من مكتسبات. بعد 3 أيام على تراكم النفايات في شوارع صيدا ومنطقتها إثر اقتحام معمل النفايات من قبل مناصري التنظيم الشعبي الناصري، أفضت اتصالات رئيس بلدية صيدا مع الجهات القضائية والأمنية الرسمية إلى إعادة فتح المعمل.
بعد يومين على قرار إدارة معمل معالجة النفايات في صيدا إقفاله احتجاجا على الاقتحام الذي حصل من قبل مناصرين للتنظيم الشعبي الناصري، تم في وقت متأخر من ليل الأحد التوصل إلى اتفاق على إعادة فتح المعمل واستقبال النفايات كالمعتاد، وذلك بعد تلقي البلدية تطمينات من الجهات القضائية والأمنية الرسمية بتأمين الحماية الدائمة والأجواء الطبيعية لحسن سير العمل في المعمل. وعلى الفور باشرت الفرق الفنية التابعة لبلدية صيدا وشركة NTCC برفع النفايات التي تراكمت على مدى الأيام الثلاثة الماضية، حيث توزعت 10 شاحنات معدة لنقل النفايات على مختلف أحياء المدينة وضواحيها، وقام نحو 50 عاملا برفع الكميات المتراكمة منها ونقلها إلى معمل النفايات الذي فتح أبوابه كالمعتاد. وزير البيئة في حكومة تصريف الأعمال طارق الخطيب تابع تفاعلات الملف البيئي في صيدا في ضوء الأحداث الأخيرة، إذ ترأس اجتماعا في سراي صيدا الحكومي بين المعنيين تم خلاله الاتفاق على خطوات عدة لتأمين حسن سير العمل في المعمل. نحن نتحفظ على سبل المعالجة، نحن إذا في مشكلة معينة بمعمل منعالجة، ما منسكر المعمل ومنوقع بمشكلة أكبر. نتيجة هذا الاجتماع تم الاتفاق على أنه أحد مندوبي وزارة البيئة حيعمل إقامة دائمة بالمعمل ليشرف على حسن سير عمل المعمل من الناحية البيئية والتقنية. كمان سعادة المحافظ حينتدب حدا من دائرة الصحة الإقليمية بجنوب ليكون مع مندوب وزارة البيئة. ومتابعة لحادث اقتحام معمل النفايات، عقد مجلس الأمن الفرعي في الجنوب اجتماعا في السراي الحكومي أكد خلاله اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بحق المخالفين، وشدد المجلس على حماية الممتلكات العامة والخاصة وعدم السماح لأي كان ولأي سبب بالاعتداء عليها. من جهتها أجرت النائب بهية الحرير اتصالا هاتفيا بالوزير الخطيب وأعربت عن ارتياحها للخطوات المعلن عنها لمعالجة النفايات ولإيجاد الحلول لمشكلتي العوادم والروائح. وثمنت الحريري مبادرة رئيس بلدية صيدا محمد السعودي لإنهاء الأزمة والجهود التي بذلتها كافة المرجعيات الرسمية والأمنية والقضائية في متابعة الموضوع. وتتابعونا في النشرة بعد الفاصل. رئيس الجمهورية إشكال العقور اليموني قيد المعالجة. أهلا بكم من جديد إلى هذه النشرة. متابعة لأزمة القروض السكنية التي يواكبها تلفزيون المستقبل، فإن الإجراءات والتدابير التي تتخذ قد تفضي إلى حل، في وقت يؤكد المدير العام للمؤسسة العامة للإسكان أن آلية دعم الفوائد لن تؤثر على الموازنة العامة. تقرير ماريا الفحل. يبدو أن مشكلة القروض السكنية المدعومة قد تسلك طريق الحل خلال بضعة أسابيع من خلال قانون تعمل على صياغة مضمون مشروعه المؤسسة العامة للإسكان. المدير العام للمؤسسة روني لحود أكد أن المبلغ الذي سيغطي دعم الفوائد على القروض السكنية لن يكون ضمن الموازنة، لا بل هناك آلية جديدة ستعتمد للتمويل. ما بدها موازنة لأنه هي عملية تخفيض ضريبة للمصارف مقابل القروض السكنية. بالدرجة الأولى نحدد الدعم فقط لذوي الطبقة المتوسطة والفقيرة، ما تكون عملية مفتوحة. نربط الملفات فقط بالمؤسسة العامة للإسكان وإسكان العسكريين، حتى نكون عم نقول نحن ما عم نساعد إلا طبقة اجتماعية بحاجة لمساعدة وتكون فوائدها مدعومة. الدعم بيجي من وزارة المالية. وتعليقا على المشروع المقدم من قبل جمعية دعم الشباب اللبناني، أكد لحود أن الخطوة حركت الرأي العام تجاه قضية السكن. الحركة اللي عملوها كانت جدا مفيدة، يعني كل واحد منا عم بيساعد باتجاه معين، ولكن كقانون إذا ما نفوت بتفصيل القانون كقانون ما بيساعد، لأنه كان عم يطلب فقط 100 مليار دعم. ال 100 مليار ما تمشي السوق العقاري. وطمأن لحود أن المشروع المطروح يسعى إلى تأمين 1000 مليار ليرة لبنانية لدعم الطلبات المقدمة سنويا، حيث يبلغ المعدل الوسطي للطلب الواحد منهم قرابة 200 مليون ليرة لبنانية. أكد رئيس الجمهورية ميشيل عون أن الإشكال القائم بين بلدتي العقورة واليموني هو قيد المعالجة،
كلام رئيس الجمهورية الذي نقله عن زواره عرض للوضع القائم بين البلدتين وسبل معالجة الخلاف الناشئ بين أبنائها. وقال رئيس الجمهورية: إذا كانت العقور عين اليمنى فإن اليمونة هي عين اليسرى. ارتفاع كبير بنسب النجاح في شهادة الثانوية العامة. على غرار الشهادة المتوسطة جاءت نسب نتائج الشهادة الثانوية مرتفعة، فوصلت نسبة النجاح في فرع العلوم العامة كما علوم الحياة إلى 92% وفي فرع الاجتماع والاقتصاد 83% وفرع الأداب والإنسانيات 80%. ولهذا الارتفاع أسباب شرحها وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال مروان حمادي خلال مؤتمر صحفي عقده في الوزارة. امتحانات رسمية تميز وللمرة الأولى بتناغم في وضع أسس التصحيح بين المشرفين والمدققين، وذلك قبل البدء بالتصحيح في المناطق، مما وحد لغة التصحيح في كل مناطق لبنان وقرب التصحيح الأول من التصحيح الثاني، فكانت الفروقات أقل، وقد أدى ذلك إلى تحسين نوعية التصحيح ودقته، والذي جاء متمما للتخفيفات المدروسة التي أدخلت كما كنا قد وعدنا بذلك إلى مناهج بعض المواد في عملية التحديث الجارية. في هذه السنة كانت التعليمات واحدة للجان الفحص، فإذا تمكن المرشح من حل جزء من السؤال ينال العلامة المحددة لهذا الجزء وليس صفرا، يعني إذا غلط بجزء من السؤال مش نطرقه صفر. وأعلن حمادي أن الدورة الاستثنائية ستبدأ في 31 من شهر تموز، وتبقى التمنيات أن تكون الاحتفالات بالنجاح حضرية، وأن يمتنع الناجحون وأهليهم عن إطلاق الرصاص ابتهاجا كي لا تتحول فرحة البعض مأتما عند الآخرين. وتتابعون في الأخبار الإقليمية والدولية بعد الفاصل. تبرير غريب للنظام الإيراني حول التظاهرات. أهلا بكم من جديد إلى هذه النشرة. تصدت فصائل الجيش السوري الحر لهجوم واسع لقوات النظام وميليشيات إيران على محاور عدة في ريف درعا، ويأتي ذلك بعد أعلان المعارضة السورية النفير العام إثر فشل المفاوضات مع الجانب الروسي. منذ أكثر من 11 يوما ومناطق خفض التصعيد في الجنوب السوري تعيش تحت وطأة هجوم خطط له النظام السوري واستخدم فيه أسلحة ثقيلة لا تميز بين أهداف مدنية وأخرى عسكرية. فصائل الجيش السوري الحر تصدت لهجوم واسع لقوات النظام وميليشيات إيران على محور الطيرة بريف درعا الغربي، وتمكنت من تكبيده خسائر عسكرية وبشرية. يأتي ذلك بعد أعلان المعارضة السورية النفير العام إثر فشل المفاوضات مع الجانب الروسي، وأشارت خلية الأزمة إلى أنها انسحبت من المفاوضات بسبب الشروط التي قدمتها روسيا واصفة إياها بالمذلة والتي لا تختلف عن الاستسلام. ووجهت الخلية اتهامات لبعض أفراد الوفد العسكري بأنهم رجحوا مصلحتهم الخاصة في سبيل تحقيق مكاسب خلال المفاوضات. المرصد السوري لحقوق الإنسان من جهته قال إن فصائل المعارضة في درعا منقسمة على بعضها، حيث هناك فصائل وافقت على المقترحات الروسية فيما رفضت فصائل أخرى. ومع تكثيف قوات الأسد قصفها على المناطق السكنية تتواصل عمليات النزوح، حيث ارتفع عدد النازحين إلى 270 ألف شخص. أما الأردن التي تخشى موجات النزوح نحو حدودها، أعلنت أن وزير خارجيتها أيمن الصفدي سيعقد لقاء مع نظيره الروسي سيرجي لافروف في موسكو من أجل بحث وقف إطلاق النار في جنوب غرب سوريا وتخفيف وطأة الوضع الإنساني هناك. اعتبر مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون أن الإطاحة بنظام الأسد ليست قضية استراتيجية بالنسبة لواشنطن، موضحا أن الأولوية لأمريكا هي طرد الميليشيات الإيرانية من الأراضي السورية وذلك بالتنسيق مع الروس. وقال إن ترامب يستعد لطلب مساعدة موسكو في تقليص الوجود العسكري الإيراني في سوريا، وذلك خلال لقاء في هلسنكي في 16 من تموز. ووفقا لبولتون فإن مسألة الوجود الإيراني في سوريا
ستكون في مقدمة المواضيع التي سيناقشها الطرفان بشكل مطول. التظاهرات الليلية تتواصل في العديد من المحافظات الإيرانية والسلطات تتوعد المحتجين، وأيضا اللافت تبرير غريب للنظام حول أسباب تفجر الاحتجاجات. الاحتجاجات والتظاهرات ضد ممارسات النظام الإيراني متواصلة وتتوسع إلى العديد من المدن، ففي مدينتي الأحواز ومعشور التابعة لمحافظة خوزستان انطلقت تظاهرات كبيرة للتضامن ونصرة للمحتجين في مدينة المحمرة. السلطات الإيرانية والتي يحملها المحتجون سبب تلوث وشح المياه وكعادتها سعت إلى تحميل المتظاهرين في الدرجة الأولى مسؤولية العنف، مبررة نقص المياه في إيران باتهام إسرائيل ودولة أخرى لم تسمها بسرقة غيوم إيران الممطرة، ما أدى إلى التغيير المناخي والجفاف في البلاد بحسب ما نقلت وكالة إسنا الإيرانية عن غلام رضا جلالي أحد قادة الحرس الثوري الإيراني. وفي خرمشهر تتواصل الاحتجاجات منذ 3 أيام إلى جانب مدينة عبدان المجاورة بحسب رويترز، الأمر الذي ينسحب أيضا على كرمنشاه غرب إيران التي تقطنها غالبية من القومية الكردية. وقالت قناة صوت الشعب الداعمة للاحتجاجات إن مسيرات حشدة شهدتها مدينة كرمنشاه بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية ووسط صخب الشارع الإيراني الغاضب، فإن مجريات الأحداث في الداخل وفي الخارج تشير إلى أن الدائرة تضيق أكثر على النظام. وفي هذا الإطار يندرج ما أعلن عنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أن الولايات المتحدة ستعاقب الشركات الأوروبية في حال تعاملت مع إيران. وقال لبرنامج ساندي مورنينج الذي تبثه قناة فوكس نيوز إن إيران أصبحت مكانا مختلفا بعد إعلانه انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي معها، وعوض التدخل في شؤون المنطقة باتت طهران مشغولة بما يحدث في الداخل الإيراني. وفي ختام النشرة هذا تذكير بالعناوين. بالنسبة له التيار عين والقوات عين. جعجع منيب عبده متحدثا عن خارطة الطريق لتشكيل الحكومة ورياشي وأبو فعور في بيت الوسط. نحن إذا في مشكلة معينة بمعمل من عالجها ما منسكر المعمل ونوقع بمشكلة أكبر. بلدية صيدا تنجح بسحب فتيل أزمة النفايات من شوارع المدينة ومنطقتها. النظام السوري يقدم درعا تدريجيا، وبولتون يقول الإطاحة بالأسد ليست قضية استراتيجية لواشنطن. وبهذا نأتي إلى ختام النشرة، إلى اللقاء. أنا متفائل إن شاء الله بيكون يعني تشكيل هذه الحكومة بشكل سريع جداً.